السلام عليكم شباب، معكم عبد الكريم. اوه كرومي تساعد يا اخوانا، والله انا ما ادري ايش اقول صراحه. يا تساع عشان ادور شيء اقوله ما اقدر، توني بادي وكذا، ما عندي مقدمات، ما عندي شيء. نكسر العقده شوي، مقطعين لين عاد ان شاء الله يصير خير وقتها. اليوم راح نلعب كود، ما ان لعبه كلاسيكيه يعني تقدر تبدا فيها وتقدر تنهي فيها، لا تقدر تبدا بداياتك بكود ما دام لعبه كلاسيكيه، لعبه روتينيه، لعبه. فاليوم بنلعب كود ان شاء الله، واتمنى انه يكون فيديو خفيف، يعني خفيف لطيف نبدا فيه هذا ونكسر العقد، لاني الحين انا ما ادري يعني ما الزبده. بسم الله عشان ما اجيب العيد. لبى واحد نفس اسمي، لبى تصير افضل جيم بالتاريخ ذا. ما عليك في المسقطين، لا ما عليك كرم يا عبد الكريم، هذا اللي يدخلون تحت والله. بس بط والله في سنجل كفو والله. والله انا محرقني ترى، اسمي عبد الكريم كذا ونفس اسمك يعني فهمت ايه افسخ يعني. يا اخوان اي 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 انتم سوني صح؟ هلا اي نعم. والله اني حاس من مايكاتكم يا شيخ. ايش كلكم؟ لا والله كلكم حقين الكونسل، مايكاتكم يا اخي اعوذ بالله. والله مزعجة. سبها طيب، سبها يعني. سب سب. لا لا انتم ناس كويسة، بس يعني المايكات يا اخي. مايكات قراع. تأثر يعني على الصوت وتأثر على نفسية الشخص و... تدري ليش؟ صوتك وانت انت بي سي. انت بي سي. انتم يعني كونسل اساسيين شوي، ترى انا ما اغلط عليك. طيب والله عليك مايك. اقسم بالله مايك زق مرة. انا والله يعني وين هذا الزق؟ اطلع اطلع يا حمام اطلع يا حمام يا اخوي. المايك انا سعيد انا معصب هذول. اي امزح خلاص مكان مسؤوليه. لا طف يا حبيبي حمام، تو يلعب اللعبه. طف 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 طف. هذول سبايك كود جديده، والله انكم سباك. عيب عيب يا اخوان عيب. نرجع خوينا، نرجع لبوكو. وش شغل هاكك مبسوط؟ لا لا كلها حق المسلمين ترى، حق الهاكات ناس يعني مو بي سي ترى، شبه بي سي. منهم كونسل وين تسولف؟ ابو كرم تعال تعال اتوقع يطلع علي. طيب يا اخي انا ما ادري ايش تقولون يا اخي. طبيعي سماعك. اصبر اصبر حقين كونسل ما يعرفون تلفون. لا لا تلفون تلفون انتم بس مايكات. الله يعني تكلم يا اخي انتم شخصنتوها يا اخي، خلاص ما عاد اغلط على حقين كونسل. اصبر بس انا مقرم من عند الرواق قال لي فوق التو، ما ندري يا رجال من ندري. شغل هاك 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 ما معلش كاسر على البي سي. هو عشان سلاحه قوي، انا معي اس تي جي كان التخريب حقك. بس بس راحت ما راح يحاول يقلب يحاول يقلب يحاول يقلب اول كود يلعبونه اول كود يا اخي. سبايك 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 سبايك. الله الجيم حفلة ما شاء الله عليك يا رجال، عطهم على جوهم. بس يقولون اول جزء لابناء ذا اخي ما ينصفون ذولا، ما في انصاف للمخضرمين. حلو الانصاف جاي. الله يلعن امه يسار يسار امه. ماي جاد ولع والله كلهم تخيل. والله يتعلم يا شيخ. الله يا اخوي مركب هذا لا تقعد تسوق علينا. بالله يا الله 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 يا الله. وش الموضوع؟ انت ايش الموضوع؟ انا اعرف اللي هنا شاف من يمين، والله ما عاد ادري وين يطلعون منه اصلا. اخوان تعال نحر راجل والله مش كويس يلعبون مع بعض كذا يعني. والله انها فكره طيبه لان كذا بنضيع. اصبر يلا يا جوبا تعال تعال وراك بوم. جوبا جوبا مو بس بك البي انا البوم. والله انك مصدع يا جوبا. كل اللي انت بنفك والهم اثنين بعد كل زق لا تفك.
سايك سايك دول يا كلام خلاص سمك يا اخي سمبلانك مهانين والله مهانين والله تحب تسولف انت يا اخوان المهم هذي انا البنت انا ما يقرب لما هو يرجع مار انت شريطك الكعيان لا 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 انتم اخوي انا اشتغلني بشيء دارنك احيانا خلاص دامك دارنك احيانا تروح تفعل اجل ترى هذا ما قد من عرفته ما قد كلمته زين يعني كذا نتكلم احنا عادي ترى اوكي يعني هذا شيء طبيعي اي يعني هذا ستاند اب كلمته زين اخر يا سلم كتبك البوم بسرعه يجعري يمشي يا شباب لعنة أم الفوضى مستوى الليل حقين كود صراخ بصراخ يخلين نشوف كملوا والله أعطيهم كلهم ميوت والعب مع نفسي لا لا مرة هذا تعبني حراق نمشي انا اقول ايه ايه انا اقول يلا هبل الصراحه تعال حقين كرسل معليش والله ما اقدر اجي اقول اسمع تبن وتعال بس اسمع حول بيسي وبجيكم باذن الله جد بدي فوق فوق باقي باقي الجديد باقي اخوان اخوان اسمعوا يا واحد اثنين واحد تسكريني قبل A few moments later واحد تذكرين قبل شوي امدحسنا تذكرين كذاب 2000 years later يا واحد يا واحد اثنين واحد دق علي دق علي ارسلت لك رقمي اخوان دولة ما دولة بزران مو في ديك في ديك طيب ما يمدي نصوت عليه ذا نطرد بكيك لا لا ما تطرد يا اخوي انا عنصر مهم بالجيم شوف كم كلاتي انا اول واحد فيكم يا اخي انا مكريكم كيف تطرد يا ابوي اطردوه عادي جيب الكنزات واطلع لا لا كنزات تجي معي ما تبيني ما لا تطيح المي انا لا تطيح المي المنظار اللي معك شو اسمه ماجستي المنظار اللي معك شو اسمه ماجستي ماجستي يا رب تموت عشان ثاني مره تلط يا ماجستي ليش ما تسولف مع خويي رد ايه رد على خويه رد على خويه يا اسطى شو اسمه يلا ما تقل ماجستي شو اسمه شلون عاش ثاني مره هذا بالطوط هذا اسمه المنظار يطفي يا معاك يا معاك ايش بامك تصب يا معرض يا واد ايش بك يا واد ايش بك سوي خوي انت طبعا وهنا يا اخوان وصلنا لنهايه المقطع فيا اخوان عاد لا تقصرون يا اخوان لا احد يقعد تقلطرش اللي يشوف عيب كذا يمين يسار يقول لنا هل انا لي مستقبل اقدر اصير افضل يوتيوبر بالعالم افضل يوتيوبر بالشرق الاوسط حطها بجيبي دي ان شاء الله ما بس تعدي اثنين سنة 2022 وانا افضل يوتيوبر بالشرق الاوسط فلكن مو بهذا كلامنا لكن اقصد هل في احتمال اني اصير افضل يوتيوبر بالعالم ولا لا هذا السؤال ولا تقصرون بالكومنتات يعني يفيدونا قولون اذا في عيب في شيء في احسن حتى برامج التصوير اللي اصور منه ما هو بذاك الزود يقولون اذا في يعني شيء افضل وفي والصوت كيف الصوت كيف الاصوات اللي ضدي واصوات اللي معي واصوات وبس يا اخوان لايك اشتراك حركات كذا نفس حير اليوتيوبر يلا سي يو نيكست تايم